مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. البداية بالعناوين: دراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها في الاجتماع الوزاري 19 لدول أوبك ودول خارج أوبك عبر تقنية التحضر المرئي عن بعد. أمام التزايد الكبير لحالات الإصابة بكورونا، إقبال واسع للمواطنين على عملية التلقيح ضمن الحملة الوطنية للتلقيح بالفضاءات العمومية والهياكل الصحية. عشية عيد الأضحى المبارك، كاميرا تلفزيون ترصد أسعار الأضاحي والمواطن بين الوفرة وغلاء أسعار الماشية. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا للوقوف بعرفة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه المحترم السيد اليمين زروال الرئيس الأسبق، تبادل من خلالها التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنى الرئيس الأسبق للسيد الرئيس وللشعب الجزائري دوام الهناء والاستقرار. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، شكره فيها باسمه وباسم الشعب التونسي عن تضامنه ووقوف الجزائر إلى جانب الشقيقة تونس في مواجهتها لوباء كوفيد 19، مقدما تهانيه للسيد الرئيس وللشعب الجزائري عشية عيد الأضحى المبارك، متمنيا له وللجزائر دوام العافية والازدهار. وبدوره هنأ السيد الرئيس أخاه الرئيس التونسي، متمنيا له وللشعب التونسي العافية وأن يرفع الله البلاء والوباء عن الشعبين الشقيقين. يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في أشغال الاجتماع الوزاري 19 لدول أوبك ودول خارج أوبك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وخصص جدول الأعمال لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير، وهذا بحضور 23 دولة موقعة على إعلان التعاون، منها 13 دولة في أوبك وعشر دول غير أعضاء في المنظمة. عرفت بلدية عين البنيان بولاية عين الدفلة إحباط محاولة إشعال عدة حرائق من طرف مجهولين، فبعد تبليغ السلطات المحلية والأمنية من طرف مواطني المنطقة تم تمشيط المنطقة والعثور على دلائل تشير إلى عمل مفتعل من طرف مجهولين. ملك ترحمون. وسط هذه الجبال بمنطقة عين البنيان كل شيء كان يحذر في الخفاء، والهدف هو إشعال النار بمنطقة معظم أراضيها فلاحية من قبل مجهولين. في إطار المراقبة العمل الإقليم، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام ريغة من إحباط مخطط عمل إجرامي متمثل في حرق غابة عين النحاس بلدية عين البنيان دائرة حمام ريغة، وذلك باكتشاف عدة أطر مطاطية مخبأة بإحكام وسط الغابة كانت مهيئة من أجل استعمالها في حرق الغابة. وفي هذه المناسبة نوجه نداء للسكان المجاورين لهذه الغابة ومستعملي الطريق لأخذ الحيطة والحذر من أجل تفادي هذه الحرائق، خاصة في الأعياد الوطنية وهو في نهاية الأسبوع. بعد تلقي السلطات المعنية لإخبارية من طرف المواطنين تم تمشيط المنطقة، فتم العثور على عدد من العجلات المطاطية وسط الأحراش لهدف واضح هو إشعال نار تحرق الأخضر واليابس. وهذا تزامنا مع اندلاع عدة حرائق في ظرف أسبوع، وتبعا لتعليمات السيد الوالي تم رفع دعوى قضائية ضد مجهول، وهذه العجلات المطاطية مخبأة على دليل قاطع على أن اندلاع هذه النيران من نفس المنطقة وفعل إجرامي وفعل فاعل. حري أن نسميهم بأعداء الوطن،
وتوقيف مثل هكذا تصرفات يتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على كل شبر من هذه الأرض الطيبة. ولاية عين الدفلة من جهتها فتحت فضاءاتها للمواطنين قصد التلقيح وجعل اللقاح جرعة للأمل في الحد من انتشار وباء كوفيد-19. علي سليماني. سلامة وصحة المواطن أولوية قصوى، وهو ما عكس التجنيد الكبير والحملات المكثفة للتلقيح وسط وعي وإقبال المواطنين. حابة ندير الفاكسة على جال المرض، وعلى جال إن شاء الله هذا المرض اللي راه عندنا إن شاء الله يروح. هي وسيلة ناجعة للحد من هذا انتشار هذا الوباء اللي راه تزايد بقوة في الآونة الأخيرة. كل شيء راه متوفر، الفاكسة راهي كاينة، الممرضين راهم واجدين، والأطباء الفريق الطبي راه واجد، واللي يسهر على العملية هذه في جميع المراكز المتواجدة عبر تراب الولاية. من مدينة عين الدفلة 5 مليانة، وسوف تعمم على كافة الدوائر. تعقيم الشوارع، الساحات والأماكن العمومية خطوة أخرى تعكف عليها سلطات ولاية عين الدفلة رفقة المجتمع المدني. تم الانطلاق في عملية تعقيم كبرى بمشاركة عدة مصالح، منها الدرك، الأمن الوطني، الحماية المدنية ومختلف المصالح المعنية. كم ربي سبحانه أن شاء الله يرفع لنا هذا الوباء ويكون يعني الناس تتوعى أكثر فأكثر. مراقبة المتاجر لمدى تطبيق أصحابها للإجراءات الوقائية ضرورة ملحة ضمن هذه الحملة للحد من انتشار وباء كوفيد-19. تعود عمليات التعقيم بارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس ما أوجب تنظيم عمليات تعقيم للأحياء والشوارع بولاية بشار بتسخير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة. الوباء زاد انتشر بشكل مخيف، ولهذا ارتأت السلطات المحلية على مستوى بلدية بشار باش نقوموا بالعملية هذه نتاع التعقيم في كل أحياء المدينة تاع بشار، وهذا ما يكفيش وحده إلا ما تضافرت الجهود تاع المواطنين والمواطنات في ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي مع مشاركين معنا الدرك الوطني، الأمن الوطني، الحماية المدنية، لونا، البلدية، مصالح الولاية تحت اشراف السيد الامين العام. في الحقيقه كل السلطات راه مجنده ضد هذا الوباء هذا لصالح المواطنين تاع مدينه بشار ان شاء الله. تتواصل عمليه اقبال المواطنين على مختلف العيادات متعدده الخدمات والعينه من ولايه قسنطينه بالعياده التابعه لمؤسسه العربي بن مهيدي وسط اقبال معتبر للمواطنين، تقول ليندا شعبان. تتواصل عملية التلقيح بالعيادات متعددة الخدمات والعينة من العيادة التابعة لمؤسسة العربي بن مهيدي بقسنطينة، أين سخرت كل الإمكانات المادية والبشرية اللازمة. رانا في 1780 جرعة مختلفة النوعية. هذه الأونة الأخيرة كي زاد شوية زادت شوية زاد الوباء، انتشار الوباء، عندنا نستقبلوا المواطنين ببطاقة التعريف. إقبال كبير للمواطنين الذين استحسنوا العملية مؤكدين على ضرورة التلقيح من أجل الحماية من فيروس كورونا المستجد. الوضع راهو يعني ينذر به بخطر، إنسان يتوجه يدير الفاكسان تاعو وما يستهزاش. من قبل كنا متردين، ما نكذبش كنا متردين، مي كي شفنا اللي كثروا التحسيس عليها ونظرا لنا زاد في تصاعد هذا الوباء إن شاء الله يعفينا منه الناس كامل. حق جينا انا والوالده، استقبلونا مليح، ما طولوش معانا، قاموا بينا، ما وجعوناش، الحمد لله، بارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. ونقول للناس ارواحوا ديروا الفاكسان ما تخافوش. ومع يعني انتشار المرض بصفه يعني رهيبه، لقينا يعني اقبال جد يعني جد مفرح يعني بالنسبه لي انا كطبيبه، انه عاد المريض هو اللي يجي يقول لك نتلقى العلاج. اللقاح هذا لازم يكون شرط، ماشي ان شوا، لازم ما يكونش اختياري. دوك حنا من مهمه الطبيب ومن مهمتنا كامل لازمنا نجندوا. وجدير بالذكر ان عمليه التلقيح متواصله لفائده كل المواطنين على مدار ايام الاسبوع ما عدا الجمعه، اين يتم التلقيح عبر مساجد الولايه.
الدكتور حامة علي أصيب بفيروس كورونا في وقت سابق، حيث انتقلت إليه العدوى من أحد المرضى بعيادته الخاصة، الأمر الذي أجبره على دخول مصلحة كوفيد بتندوف اليوم، وبعد أن استعاد عافيته إثر تلقيه اللقاح بجرعته، يسعى إلى توعية المواطنين وتحفيزهم على ضرورة تلقي اللقاح. عما توكي الدكتور حامة علي النموذج لأحد المصابين المتعافين من فيروس كورونا جراء إقبال المواطنين وتوافدهم على عيادته الخاصة. تلك التجربة العصيبة التي لا يزال يتذكرها الدكتور إلى يومنا هذا. تعرضت للعدوى ورغم الاحتياطات رغم كل شيء، وكانت في البداية يعني حمى بسيطة وتعب وفشل وسعال خفيف جدا، ثم تطور الأمر المستدعى أن يعني أن أدخل إلى جناح كوفيد. يعني قضيت هناك حوالي 10 أيام تحت رعاية مركزة وتحت الأكسجين وعلاجات مكثفة جدا. عقب تعافيه تلقى الدكتور حامة اللقاح وعمل على نصح زوار عيادته والمواطنين بحثهم على التلقيح تحقيقا للمناعة الجماعية. التجربة كانت قاسية جدا، وكذلك بعد ذلك أخذت اللقاح على مرحلتين، تطعيم ضد كوفيد. أنصح المواطنين بأن يأخذوا التطعيم بصفة عاجلة ويسارعوا قبل فوات الأوان. تطعيم راه مفيد جدا وغير مضر تماما، وهو كذلك يحمي من راكم تشوفوا يوميا الوفيات، الناس راه يتعرض لأزمات قاسية. إخواني المواطنين، ديروا التطعيم، سارعوا قبل فوات الأوان. ليبقى تلقي اللقاح والتباعد الاجتماعي الحل الأمثل للوقاية من فيروس كورونا. وعشية عيد الأضحى المبارك أكدت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وجوب احترام الإجراءات الوقائية والالتزام بها تفاديا لزيادة انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال التقيد ببعض الاحتياطات المتعلقة بصلاة العيد وكذا بذبح الأضاحي. ويومان قبل عيد الأضحى المبارك وفي جولة قادت كاميرا التلفزيون إلى عدة نقاط بيع الأضاحي هنا بالعاصمة، التمسنا تباينا في الأسعار، يقول علي سليماني. مع اقتراب العيد الكثير من المواطنين شرعوا في اقتناء الأضحية، وخلال جولتنا بنقاط البيع بالعاصمة سجلنا تباينا في الآراء حول الأسعار. إنسان ما ينجمش يشري، ما نكذبش عليك، السومة غالية. الكبش تاع العمي فات كان يدير 28، دوك الحق حتى 47 48، مرتفعة تسمى عالية بزاف. زوالي راك تعرف ما ينجمش يعيد، وبارابور للعام اللي فات والسنة سي ديفيرون. كيفاش قل من هذا يهضر معاك ب 47 قط؟ ماشي جايز بالك العيادة ما لحقش كاع، يقول لك 47 48. كاين اللي حب يشري ب 8 وكان اللي حب يشري بثلاثة، احنا متوفر عندنا كلش. الموالون والتجار من جهتهم يؤكدون أن هامش الربح معقول، ويرجعون ارتفاع الأسعار إلى هذه الأسباب. قبل كان يدير 23 من العام اللي فات، السنة يدير 60,000 70 تبنى لا فيس ما تهضرش عليه كاع، ما كاش الشعير كان يدير 320,000 العام اللي فات، يدير 550,000. فشي المشكل راه في الخروف اللي غالي، المشكل راه في العلف نتاعو. أنا راهي يقعد لي هنايا 20 اليوم نجيبو نصرف عليه 200,000 حتى 250,000، باسكو العلف الحق 700,000، الشعير راه 550، النخالة راه 400,000. بين الرغبة في اقتناء أضحية العيد إحياء للسنة وبين ارتفاع الأسعار، يبحث المواطن عن موازنة لتحقيق هذه الغاية. إلى النفحات الإيمانية، وفي العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام السنة، وفيها يوم عرفة، يوم يتباهى فيه الله تعالى بعباده ويجازيهم بالفضل الكبير والأجر العظيم في هذه الأيام. خالد واتي. معروف عندنا بلي يغفر عام من قبل عام من بعد، احنا ما كلنا صغارنا نصوموا يوم عرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك نتمنى من الله صيام عرفة أن يمحي به ذنوب السنة الماضية. هو الإنسان اللي يقدر
يصوم العشرة تاع بالحجة، واللي ما يقدرش يصوم عرفة. صيام يوم عرفة من الأعمال المستحبة لغير الحاج، وسنة يحرص الجزائريون على أدائها لما لها من الفضل الكبير. يوم عرفة مستحب كذلك صيامه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن فضل صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل يوم عرفة أن الله عز وجل في هذا اليوم ينزل إلى السماء الدنيا يباهي الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عرفة من أفضل أيام الطاعة الواجب على المسلم اغتنامها تقربا إلى الله عز وجل وطلبا للأجر والمغفرة. في رحلة ذنب المغفور وصلت وفود الرحمن إلى أقدس بقاع الأرض مكة المكرمة، استعدادا للمشاركة في أداء مناسك الحج وسط إجراءات وقائية واحترازية صارمة ليتنقل الحجاج من نقاط محددة للحرم المكي الشريف وفق خطط زمنية مجدولة مسبقا. ويتوجه اليوم حجاج بيت الله الحرام إلى منى اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم التروية الموافق لليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يروون فيه حجاج بيت الله أنفسهم بالماء لما بعده من الأيام، ويقضون ليلتهم بمنى، وعند طلوع الشمس يسير الحجاج للوقوف في عرفة وقضاء الركن الأعظم من أركان الحج. حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا بما تكون أشد خطورة من سابقتها، حيث تحث المنظمة على ضرورة التوزيع العادل للقاحات عبر مختلف دول العالم في محاولة لاكتساب المناعة الجماعية لمجمل سكان المعمورة. يحدث هذا في وقت انتشرت فيه سلالة دلتا من كورونا في أكثر من 100 دولة من بينها اليابان التي تحصي 900 إصابة يومية ثلثها من سلالة دلتا المتحورة، الأمر الذي اقتضى فض حالة الطوارئ للمرة الرابعة منذ بداية الجائحة في وقت تتهيأ فيه طوكيو لافتتاح الألعاب الأولمبية. إلى الرياضة الآن، حيث عرفت الجولة 32 مباريات مثيرة أبرزها تلك التي جمعت المتصدر شباب بلوزداد ووداد تلمسان، والأخرى التي تمكن فيها الوصيف وفاق سطيف من العودة إلى صدارة الرابطة الأولى من جديد بعد التعادل أمام شبيبة الثورة. قراءة في نتائج الجولة مع أحمد سويلح. جولة عاد فيها فريق وفاق سطيف إلى الصدارة من جديد بعد تعادله الإيجابي الذي سجله أمام ضيفه شبيبة الثورة بهدفين لمثلهما، فيما ضيع شباب الوزداد فرصة الانفراد بالريادة بسبب هزيمته أمام الوداد التلمساني في آخر أنفاس اللقاء. اتحاد العاصمة استغل جيدا حالة اللا استقرار التي تعيشها تشكيلة أمل عين مليلة وعاد بالفوز من أم البواقي بنتيجة 3-0، بينما انتهت مباراة أولمبي شلف وضيفه مولودية الجزائر بالتعادل هدف لمثله. من جهته تمكن أتلتيك فارج من تأكيد نتيجة تلمسان في الجولة الماضية، وانتصر هذه المرة على اتحاد بالعباس بهدفين نظيفين. بدوره أجاد اتحاد بسكرة التفوض على أرضية ميدانه وأطاح بضيفه مولودية وهران بهدف اللاعب هشام مختار. وفي مقابلة أخرى انهزمت شبيبة سكيكدا على ميدانها أمام سراغي ليزان، وهو الفوز الذي سمح للسريع بتحسين وضعيته في وسط الترتيب. أما أهلي البرج الذي يتجه هو الآخر إلى السقوط انهزم أمام نجم مقرة بثلاثية كاملة. هذا وتختتم الجولة 32 بمباراتي شباب قسنطينة شبيبة القبائل نصر حسين داي وأولمبي المدية. تعتبر حديقة المريقة المتنفس الوحيد والوجهة المفضلة للعائلة الأغواطية نظراً للنقص الكبير في مرافق التسلية والترفيه على مستوى الولاية. فاطمة زهرة بن عفا.
هذه حديقة المرغة المتنفس الوحيد بولاية الأغواط، حيث تعرف إقبالا منقطع النظير من قبل العائلات. هي أفضل منتزه في مدينة الأغواط، وأفضل ألعاب اللي نشتي نلعبها فيها هي تاقادة وكارتينج وألعاب التصادم. والحمد لله هذاك الشيء، ونقولوا الحمد لله رانا قاعدين اون فامي هنايا، قلنا نجوا شويه نبدلوا الجو ونكسروا الروتين تاع الدار. السلوندروا اللي نجوا نديفوليو فيه، لانه على بالكم باللي السود ما كانش لي زوندروا اللي نديفوليو فيهم، اوليو لي جون يروحوا يجروا برا ولا نجوا هنايا نديفوليو. ونظرا للنقص الكبير في مرافق التسليه والترفيه على مستوى ولايه الاغواط، تبقى حديقه المرغه الوجهه المفضله للعائلات الاغواطيه، فاتحه بذلك ابوابها للزوار ولكل الفئات العمريه في اجواء منعشه على الهواء الطلق، الا انها تنتظر المزيد من الدعم والاهتمام. كل ما راهو المتنفس الوحيد للعائلات، راهو عنده بمثابة 15 لعبة هكذاك، ورانا نديفلوبو في الحديقة شيء فما شيء. الحمد لله عندنا إقبال من المواطنين من ولاية الأغواط، وعندنا حتى الولايات المتجاورة جلفة غردايا والبلديات تاع ولايه الاغواط. ان شاء الله نتمنى من كل السلطات ان شاء الله انهم يطوروا في هذا الموضوع، في هذا المتنفس هذايا، يخلقون إن شاء الله فرص أكثر في الترفيه. هي فرصة إذن للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال لخلق فضاءات للراحة والاستجمام لأبناء المنطقة. ختام النشرة إلى تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس السعيد، تبادل خلالها التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. السيد رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال، تبادلا من خلالها التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دراسة أوضاع سوق النفط العالمية وأفاق تطورها في الاجتماع الوزاري 19 لدول أوبك ودول خارج أوبك عبر تقنية التحضر المرئي عن بعد. أمام التزايد الكبير لحالة الإصابة بكورونا، إقبال واسع للمواطنين على عملية التلقيح ضمن الحملة الوطنية للتلقيح بالفضاءات العمومية والهياكل الصحية. عشية عيد الأضحى المبارك، كاميرا التلفزيون ترصد أسعار الأضاحي، والمواطن بين الوفرة وغلاء أسعار الماشية. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر منن لقضاء يوم التروية استعدادا للوقوف بعرفة. لكم منا أطيب المنى، في أمان الله.